في دورته 11 كرم مهرجان مومباي السينمائي النجم أميتاب باتشان بمنحه جائزة على أعماله طيلة حياته الفنية. ويعد باتشان من أكبر أعلام بوليوود ويحظى بشعبية ليس في الهند فقط بل خارجها أيضا. أميتاب باتشان أو بيج بي كما يعرف لدى عشاق السينما في الهند، يعد أحد أقطاب سينما بوليوود، وكثيرا ما اقترن اسمه بهذا المجال حتى خارج الهند نفسها. وبعد 40 عاما من التمثيل، ها هو يكرم في الدورة 11 من مهرجان مومباي السينمائي، ويحصل على جائزة على أعماله خلال حياته الفنية. لا يمكن لأحد أن يظهر موهبته من دون مساعدة الآخرين، خاصة في هذه المهنة. بدون دعم الآخرين لن تستطيع أن تنجز شيئا، لذا أريد أن أهنئ كل الذين كانوا معي من المسؤولين عن الموسيقى والمساعدين وكبار الممثلين الذين بدونهم لم أكن بأنجز الكثير. وكان أميتاب باتشان قد اشتهر خاصة في السبعينيات من القرن الماضي، ومثل في حوالي 170 فيلما من أشهرها شولاي وغانغا غامونا ومارد وغيرها. تلقى الكثير من الجوائز الرفيعة، من بينها 12 جائزة عالمية، وهو أكثر النجوم ترشحا لجائزة أفضل ممثل في الهند. وبالإضافة إلى التمثيل عمل في الإنتاج والغناء والتقديم التلفزيوني، وهو انتخب للبرلمان في عام 84. ولا زال أميتاب باتشان يحظى بشعبية كبيرة في الهند. وفاء زيان، بي بي سي.